بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسرني أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات أن أقدم إليكم درسا جديدا من دروس مادة التربية الإسلامية لمستوى السنة الثانية ثانوي إعدادي. إذا درس اليوم بمدخل القسط حقوق الأخوة الإيمانية. قبل أن نشرع في درسنا هذا لا بد من التذكير بالدرس الماضي، لا بد من التذكير بالمكتسبات السابقة من الدرس الماضي. إذا تعرف في الحصة الماضية على درس من يذكر بعنوان الدرس، من يذكرنا بعنوان الدرس الماضي؟ نعم، الصيام، القضاء والكفارة وصيام التطوع. نعم، جيد جدا. سنقوم بقراءة وضعيات تقويمية متعلقة بما عرفناه في الحصة الماضية. أفطر أبوك يومين في شهر رمضان لمرضه، فأبوك كان مريضا فأفطر يومين بسبب المرض، فما الذي يجب أن يقوم به؟ انطلاقا مما درسناه في الحصة الماضية لدرس صيام القضاء والكفارة، ماذا يجب على أن يفعل به؟ هل يجب أن يقضي ذلك اليوم؟ هل يجب عليه القضاء أم تجب عليه الكفارة؟ انطلاقا مما درسنا، يجب عليه ماذا؟ القضاء. أحسنتم، نعم، يجب أن يقضي ذلك اليوم أو اليومين اللذان أفطرهما في رمضان بسبب المرض، سواء كان متتابعين أو منفصلين، لأن القضاء هو ماذا نعني بالقضاء؟ نعم، القضاء هو قضاء أو صيام الأيام التي أفطرها المسلم في رمضان لعذر من الأعذار بعد انقضاء رمضان، ولا يشترط فيها التتابع، يمكن أن يصوم يومين متتابعين أو يمكن أن يصوم يومين ويفطر يومين. إذا قلنا بأن القضاء هو صيام المسلم الأيام التي أفطرها بعد انقضاء رمضان لعذر من الأعذار الشرعية، سواء تعلق الأمر بالسفر أو بالغرض أو غير ذلك من الأعذار الشرعية. إذا من يعرفنا بالكفارة؟ هذا ما يتعلق بالقضاء. الكفارة ماذا نعني بالكفارة؟ نعم، الكفارة هي عبادة زجرية تجب على من تعمد الإفطار في رمضان بأكل أو شرب أو جماع. إذا الكفارة تجب على من تعمد الإفطار، من انتهك حرمة رمضان بتعمد الإفطار، وتكون الكفارة بعتق رقبة مؤمنة أو بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكينا. جيد جدا. إذا ماذا تعرفون عن صيام التطوع؟ من يعرفون بصيام التطوع؟ نعم، صيام التطوع هو الصيام الذي يصومه المسلم نافلة، بمعنى زيادة، ليس واجبا، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. من يعطينا أمثلة عن صيام التطوع؟ نعم، صيام صوم يوم عرفة، نعم صيام التطوع، ثم صوم أو صيام 6 من شوال بعد انقضاء رمضان، بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بستين شوال فكأنما صام الدهر كله. ثم ماذا أيضا؟ صوم يوم عاشوراء، نعم جيد جدا. إذا هذا ما يتعلق بصيام التطوع، ففضله كبير وأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، بمعنى 70 عاما. إذا سنتعرف على أهداف درسنا لهذه الحصة حقوق الأخوة الإيمانية. سنتعرف على مفهوم الأخوة الإيمانية باعتبارها نعمة من الله سبحانه وتعالى، ثم أن نعرف كيف نرعى حقوق من تجمعني بهم أخوة في الدين، ثم سنتعرف كذلك على أسس هذه الأخوة الإيمانية، وكذلك على الأعمال التي تتنافى مع وحقوق الأخوة الإيمانية. إذا الانطلاقة ستكون بنص الوضعية، سأقوم بقراءة الوضعية. حدث نزاع بين كريم وصديقه أحمد حول الكتاب المدرسي، فقرر كل واحد منهما مقاطعة الآخر، فحاولت أن تتدخل لتصلح بينهما، فتعرضت للسخرية والاستهزاء واللمز من طرف بعض الزملاء. إذا سنقوم
بقراءة الوضعية. بعد قراءتنا للوضعية، ما هو الحدث الرئيسي في هذه الوضعية؟ هناك حدث يميز هذه الوضعية، حدث رئيسي هو حدوث ماذا حدث بين كريم وصديقي أحمد؟ حدث النزاع، حدث النزاع، سوء تفاهم بينهم نتج عنه مقاطعة كل واحد منهما للآخر. إذا ما معنى المقاطعة؟ بمعنى لا يسلم عليه، لا يلقي عليه تحية السلام، ولا يحدثه إلى غير ذلك. قرر أن يقاطع صديقه. إذا أنت حاولت أن تتدخل لتصلح بينهما، فتعرضت للسخرية والاستهزاء واللمس من طرف بعض الزملاء. إذا أنت أردت أن تنصح الأصدقاء بضرورة الإصلاح بينهما، فتعرضت للسخرية والاستهزاء واللمس. إذا ما هي الإشكالية التي تطرحها الوضعية؟ إذا ما هي الإشكالية التي تطرحها هذه الوضعية؟ الإشكالية هي مقاطعة كريم لصديقه أحمد بعد حدوث ماذا؟ بعد حدوث النزاع. إذا إشكالية الوضعية مقاطعة كريم لصديقه أحمد بسبب النزاع. إذا حدث نزاع فقرر أن يقطع، إذا مقاطعة كريم لصديق أحمد بسبب النزاع أو الخلاف. إذا ستحاولون أن تستخرجوا بعض الفرضيات انطلاقا من هذه المواقف التي قمنا بتحديدها. إذا ما هي الفرضية الأولى؟ هنا مقاطعة الصديق أحمد بسبب الكتاب المدرسي. إذا ما هي الفرضية الأولى؟ من يعطيني الفرضية الأولى انطلاقا من هذه الوضعية؟ إذا النزاع بين كريم وأحمد مثلا أمر عادي، مثلا النزاع بين كريم وأحمد أمر عادي، لكن هل تجب المقاطعة؟ هل مقاطعة الأخ المؤمن لأخيه من حقوق الأخوة الإيمانية انطلاقا من درسنا لهذا اليوم؟ مقاطعة الآخر من حقوق الأخوة الإيمانية. من يعطيني فرضية ثانية سنقوم بكتابتها؟ مقاطعة المؤمن لأخيه مثلا، مقاطعة المؤمن لأخيه المؤمن سأضيف فرضية ثالثة. ماذا يجب علينا؟ وجوب تدخل الإصلاح مثلا بين وجوب تناصح والتداخل الإصلاح بين المتخاصمين مثلا، وجوب التناصح والإصلاح مثلا بين المتخاصمين أو بين كريم وأحمد. إذا سنقوم بتصحيح هذه الفرضيات بعد تحليلنا لمحاور الدرس المتعلقة بمفهوم الأخوة الإيمانية وأسسها، وكذلك الأعمال التي تتنافى حقوق الأخوة الإيمانية، وكذلك بعد أن نتعرف على حقوق الأخوة الإيمانية. إذا سنقوم بقراءة نص الانطلاق من نص القرآن من سورة الحجرات، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا ألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم. إذا النص القرآن من سورة الحجرات. سورة الحجرات صدق تعريفها فهي سورة مدنية وعدد آياتها 18 آية سميت بهذه التسمية لأنها الله سبحانه وتعالى ذكر فيها حرمة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وهي الحجرات التي كانت تسكنها أمهات المؤمنين. إذن قبل أن نتطرق إلى مضمون نص القرآني لابد من شرح بعض المفردات الصعبة في هذا الشطر القرآني. يقول الله سبحانه وتعالى لا يسخر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر بمعنى لا يستهزئ من السخرية وهي الاستهزاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم بمعنى لا يعب بعضكم على بعض كالإشارة إليه بالعين مثلا أو بالرأس أو بالشفتين إلى غير ذلك من التصرفات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب بمعنى لا تتعايروا بالألقاب. لا تتنابزوا بمعنى لا تتعايروا بالألقاب. إذا مضمون النص القرآني يبين الله سبحانه وتعالى في هذا النص القرآني مجموعة من الأمور التي يجب على المؤمن أن يتجنبها إن أراد أن يحقق أو إن أراد تحقيق ماذا؟ الأخوة الإيمانية. هنا مجموعة من الأمور يجب حذرنا منها الشعب الحنيف لكي نجتنب أو لكي نحقق الأخوة الإيمانية. إذا فما معنى الأخوة الإيمانية؟ ماذا تعرفون عن الأخوة الإيمانية؟ عندما نقول الأخوة الإيمانية أقول هذا أخي. الأخوة تكون مثلا في النسب، فهذا أخي مثلا من أبي وأمي، وهذا أخي في الله مثلا، نقول هذا أخي في الله، أخي في الدين في الإسلام. ماذا نعني بالأخوة الإيمانية؟ الأخوة الإيمانية هي الرابطة القائمة على أساس وحدة الدين، فهي من أسمى الروابط، فهي تقوم على أساس الإيمان بالله سبحانه وتعالى وترتكز على المحبة في الله سبحانه وتعالى، حيث يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. إذا هناك مجموعة من الأسس التي تقوم عليها هذه الأخوة الإيمانية، من بين هذه الأسس المحبة الخالصة لله تعالى بمعنى لا تشوبها مطامع الدنيا. لا تشوبها مطامع الإنسان يحب أخيه في الله سبحانه وتعالى، فهي تقوم على أساس المحبة الخالصة لله سبحانه وتعالى، فهي نعمة أيضا، هي نعمة من الله سبحانه وتعالى لا يقصد بها إلا مرضاة الله عز وجل. لا يقصد بها إلا مرضاة الله عز وجل. ثم كذلك التعاون على البر والتقوى. من بين أسس الأخوة الإيمانية أن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى وعلى الإصلاح، وهذا ما يؤكده عند تدخلك في الوضعية بالصلح لكي تصلح بين كريم وصديقه أحمد. هذا من أسس الأخوة الإيمانية، التعاون على البر والتقوى، وكذلك المناصرة والتأييد. ما معنى المناصرة؟ بمعنى أن تنصر أخاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل رسول الله أخي إذا كان مظلوما سأنصره، فكيف أنصره وهو ظالم؟ إذن قال أن تصلحه، أن تقوم إعوجاجه، أن تنصحه، أن تقوم بنصحه وإرشاده عن طريق النصيحة. كذلك الدعاء لهم بظهر الغيب. ما معنى الدعاء بظهر الغيب؟ أن تدعو، أنت مثلا عندك أخ في الله يعاني من مرض معين أو يعاني من أزمة من ضائقة مالية وعنده مشكل من المشاكل، فتدعو له بظهر الغيب، تدعو له وهو لا يعلم بذلك الدعاء، فالدعاء بظهر الغيب يستجيبه الله سبحانه وتعالى. الدعاء بظهر الغيب من
من أسس الأخوة الإيمانية أن تدعو لأخيك في ظهر الغيب فهو لا يعلم أنك تدعو له بذلك. ثم قلنا المناصرة والتأييد. إذا هذا ما يتعلق بأسس الأخوة الإيمانية. فما هي الأعمال التي تتنافى مع الأخوة الإيمانية؟ هناك مجموعة من الأعمال التي تتنافى وحقوق الأخوة الإيمانية. من بين هذه الأعمال السخرية والاحتقار. السخرية والاحتقار من بين الأعمال التي تتنافى مع حقوق الأخوة الإيمانية. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، بمعنى لا يستهزئ. الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، فلا يحق لك ولا يجوز لك أخي المسلم أن تستهزئ وأن تحتقر أخيك المسلم. فهذا ما يتعلق بالسخرية والاحتقار، فقد حرم الله تعالى احتقار المسلم أخاه، وكذلك التنابز بالألقاب. عندما نقول التنابز بالألقاب بمعنى التعاير والتداعي بالألقاب المكروهة، كأن ينادى الشخص بأقبح أسمائه، أن تنادي شخصا معينا بأقبح أسمائه، فهذا حرام في الإسلام، فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وقال ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم كذلك سوء الظن، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الإنسان دائما أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن يحسن الظن بأخيه المسلم. ثم كذلك التجسس. ما معنى التجسس؟ التجسس من بين الأعمال التي تتنافى مع حقوق الأخوة الإيمانية التنصت على الغير. هناك أحد مثلا يتكلم خارجا وأنا أتصنت عليه، أتجسس، هو التنصت على الغير، فهذا من بين الأعمال القبيحة التي تتنافى وحقوق الأخوة الإيمانية. قال تعالى ولا تجسسوا. كذلك الغيبة. ماذا نعني بالغيبة؟ الغيبة هي ذكر المسلم أخيه بما يكره في غيابه، أن تذكر أخاك وهو غائب عنك ببعض الصفات التي لا يقبلها هو، هذه الصفات لا يقبلها هو، فأنت تذكر بهذه الصفات. فالغيبة حرمها الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. إذن هذا ما يتعلق ب الأعمال التي تتنافى وحقوق الأخوة الإيمانية. إذن يجب ما بقي لنا أن نتعرف على حقوق الأخوة الإيمانية. هناك مجموعة من الحقوق التي تدخل في إطار حقوق الأخوة الإيمانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سننطلق من هذا الحديث، حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه. إذا لقيته فسلم عليه، ما معنى سلم عليه؟ بمعنى أن تقول له السلام عليكم، فتحية الإسلام هي السلام عليكم، فهي حق من حقوق الأخوة الإيمانية. إذا الحق الأول هو السلام ورد السلام، ثم الحق الثاني إجابة الدعوة. ما معنى إجابة الدعوة؟ إذا كانت الدعوة مثلا إلى وليمة أو إلى عرس أو إلى غير ذلك، فمن الواجب على الإنسان المسلم أن يلبي دعوة أخيه، وذلك حتى لا ينتقص من شأنه أو يحتقره إلى غير ذلك. ثم كذلك النصح عند طلب النصيحة. ما معنى النصح؟ أن تنصح أخاك المسلم بنصيحة ربما هو سيستفيد من هذه النصيحة أو يحتاجها. انطلاقا من نص وضعية رأينا أنك أنت تدخلت لكي تصلح بينهما، فالتدخل في الإصلاح بين المتخاصمين يعد نوعا من النصيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في قوم لا يتناصحون، ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة. إذا وجود التناصح فهو حق من حقوق الأخوة الإيمانية. وكذلك تشميت العاطس. الإنسان عندما يعطس ويقول الحمد لله لابد لمن كان حاضرا أن يقول له يرحمك الله، فهذا ما يسمى بتشميت العاطس، يقول يرحمك الله، فهو حق من حقوق الأخوة الإيمانية. وكذلك عيادة المريض. عيادة المريض من بين الأمور التي يجب علينا أن نأخذها بعين الاعتبار، لأن زيارة المريض وعيادته فيه أجر عظيم عند الله
سبحانه وتعالى. فعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع إلى بيته أو إلى أهله. وخرفة الجنة هي جناها وفاكهتها إلى غير ذلك. إذن فعيادة المريض حق من حقوق الإيمان وأجر كبير يناله الذي يقوم بزيارة المريض. وكذلك التعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن التعاون معا على طاعة الله، وذلك بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. فهذه هي حقوق الأخوة الإيمانية التي لخصها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: حق المسلم على المسلم ست. وقد قمنا بشرح هذه الحقوق الست التي جاءت في الحديث الذي رواه أبو هريرة. إذن سنقوم بتلخيص الفرضيات وبتصحيح هذه الفرضيات، هذه الفرضيات التي طرحنا في الأسبوعية. قلنا النزاع بين كريم وأحمد أمر عادي. نعم، ربما يكون نزاع أمر عادي بين المسلم وأخيه المسلم، لكن ماذا يجب؟ يجب أن يكون هناك صلح، يجب أن لا يقاطع المسلم أخاه المسلم فوق 3 أيام، يجب أن يصلحه وأن يسلم عليه. إذن النزاع أمر عادي نعم، لكن وجوب الإصلاح، وجوب الإصلاح. ثم مقاطعة المؤمن لأخيه المؤمن، لا يحق للإنسان المؤمن أن يقاطع أخاه المؤمن، لأنه تجمعه بينه مجموعة من الروابط. فهي أولا رابطة الأخوة الإيمانية، هي الرابطة القائمة تجمعه وحدة الدين، فلا يحق للمؤمن أن يقاطع أخاه المؤمن. ثم وجود التناصح والإصلاح بين المتخاصمين. نعم، يجب علينا أن نتناصح فيما بيننا وأن نعمل على الإصلاح بين المتخاصمين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن قبل أن نختم درسنا هذا، لابد من أن نقوم بتقويم بعض التعلمات. ماذا نعني بالأخوة الإيمانية؟ ماذا نقصد بالأخوة الإيمانية؟ نعم، الأخوة الإيمانية هي الرابطة التي تجمع بين المؤمن وأخيه المؤمن في الدين، فهي تقوم على أساس الإيمان وترتكز على مجموعة من الأسس. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. إذا ما هي بعض الأسس التي ترتكز عليها الأخوة الإيمانية؟ نعم، هناك المحبة الخالصة لله سبحانه وتعالى. ماذا أيضا؟ هناك التعاون على البر والتقوى، هناك أيضا المناصرة. إذن من يعطينا بعض الحقوق من حقوق الأخوة الإيمانية التي جاءت في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه؟ هناك مجموعة من الحقوق التي جاءت في حديث أبي هريرة. نعم، السلام ورد السلام. نعم، يجب علينا أن نسلم وأن نقوم بتحية السلام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يسلم القاعد على يسلم على الركب على الماشي، والماشي على القاعد. يسلم الإنسان إذا كان راكبا يسلم على الماشي، وإذا كان ماشيا يسلم على القاعد، وإذا كان قليلا يسلم القليل على الكثير. إذا كانت فئة قليلة تسلم على الفئة الكثيرة. فهذا من بين الأمور التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. وكذلك النصح عند طلب النصيحة، النصح عند طلب النصيحة، التعاون على البر والتقوى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا قبل أن نختم هذا الدرس، لابد من التذكير بالدرس المقبل، هو درس الأخوة الإنسانية. فالمطلوب منكم حق غير المسلم على المسلم، المطلوب منكم كتابة النص الانطلاق الذي يؤطر الدرس المقبل إن شاء الله، درس الأخوة الإنسانية حق المسلم على المسلم. ثم تستخرجون ما أسس الأخوة الإنسانية. تعرفنا في الدرس على الأخوة الإيمانية، إذا الدرس المقبل سيكون الأخوة الإنسانية، ستقومون بتحديد معنى أو مفهوم الأخوة الإنسانية، وما هي أسس هذه الأخوة الإنسانية، كما ستقومون بمراجعة الشطر القرآني من سورة الحجرات، حيث سنقوم إن شاء الله في الحصة المقبلة باستظهار الشطر الثاني من سورة الحجرات.
من قوله سبحانه وتعالى، عفوا الشطر الأول من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فأنتم مطالبون باستظهار الشطر القرآني في الحصة المقبلة. إذا إلى هنا نكون قد انهينا حصتنا هذه من درس الأخوة الإيمانية، على أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة إن شاء الله تعالى. إذا أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.